النهارده هنتكلم عن نقطه جديده، نقطه تهمنا كلنا، وهو موضوع النوم عند الاطفال. يعني كتير قوي من الامهات بتشتكي ان موضوع النوم عند الاطفال، سواء في سن مبكر في الشهور الاولى بعد الولاده، او بعد كده في السن الكبير قبل المدرسه، سن 3 و4 سنين، حتى في الفتره بتاعت الدراسه بيبقى فيه مشكله. ايه اهميه الموضوع دوت؟ الموضوع مهم جدا. احنا بنتكلم اول حاجه في الشهور الاولى الطفل احتياجه للنوم بيوصل ما بين 10 ل 14 ساعة نوم، إن ما كانش أكتر كمان. بياخدهم بفترات متقطعة، تمام؟ يمكن أغلبهم تبقى الأول بعد الولادة على طول فترة نهارية، بينام فترة بالنهار أكتر من بالليل. بعد انتظام موضوع النوم بيبتدي معدل زيادة النوم بالليل بيبقى أكتر. بيتخللوا فترات للرضاعة، لكن بنجمل تقريبا حوالي 10 ساعات نوم بالليل، وفترة واحدة لاثنين نوبات نوم بالنهار أو نابس، يعني بتبقى حوالي ما بين ساعة لساعتين. النمو مهم جدا للاطفال، وخاصه الاطفال حديث الولاده، اللي احنا بنلاقي ان القشره المخيه بتاعت الطفل بتنمو في الفتره دي، وهرمون النمو بيفرز اثناء فتره النوم. فاي تاثير في فترات النوم او عدم انتظام فترات النوم في الفترات الاولى والسنين الاولى من عمر الطفل بيأثر على هرمون النمو. هرمون النمو مسؤول عن نمو جسمه كله، نمو المخ، نمو العضلات، نمو العظم بتاع الطفل. فالطفل النمو بتاعه ما بقاش مكتمل او الصوره الكامله ان ما كانش النوم بتاعه منتظم. بيأثر تاني بعد كده على الأطفال كبار شوية في التركيز بتاعهم، بنلاقي إن الطفل تركيزه في الدراسة بيقل لو ما كانش النوم بتاعه كويس، الذكاء بتاعه، الاستيعاب بتاعه بيقل، التواصل مع المدرسين والتواصل مع أصحابه والتواصل مع الآباء، قدرته على المذاكرة والحفظ، كل ده بيأثر معانا. حاجة تانية كمان بيأثر على البصر، الطفل بينامش كويس يبقى عنده ضعف في البصر جامد جدا، الذاكرة بتاعته بتبقى ضعيفة. أهم حاجة كمان بنتكلم عليها موضوع الجهاز المناعي، يعني الأطفال كتير قوي اللي ما بيناموش دايما مناعتهم بتقل. أمهات كتير بتقول لك أنا عايز أحسن المناعة بتاعت الطفل، إيه الأكل؟ إيه الأدوية؟ طب قبل ما نسعى للأكل والأدوية ننظم النوم بتاعه، بلاش نسهر على التلفزيون، بلاش نسهر على الايباد، بلاش نسهر على التابلت فترات طويله قوي، بلاش ناخده ونخرج بيه ونسهر بيه فترات طويله عشان ما ناثرش على الجهاز المناعي بتاعه. موضوع النوم ده لازم ينتظم، وخاصه احنا داخلين على فتره موسميه، فتره الاجازه الصيفيه، اول ما بناخد الامتحانات بيبتدي بقى السهر، الفرجه على التلفزيون لفترات طويله، المصيف والسهر لغايه الفجر، وننام بعد الفجر ونقلب اليوم بتاعنا. كل ده بيأثر على الطفل وبيأثر على الجهاز المناعي بتاعه وبيأثر عليه على المدى البعيد. فنصيحة، احنا دايما لازم نهتم بتنظيم دورة النوم بتاع الطفل، نحترم مواعيد ساعات النوم بتاعته، حتى لو احنا الكبار هنسهر هنخرج، لا نحترم ان معانا طفل صغير ليه ميعاد نوم، يفضل يكون ميعاد نوم ثابت كل يوم عشان ده ما يأثرش عليه بعد كده ونرجع نندم نقول يا ريته كان أذكى من كده، يا ريت كان مناعته أحسن من كده، وما نعرفش نتصرف بعد كده. شكرا وإلى اللقاء.